موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. قوات الأسد تستهدف براجمات الصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية والطائرات المسيرة مدينة إدلب وأريافها وفق مراسل حلب اليوم. أهالي مدينة الباب وريفها شرقي حلب يلجؤون إلى جبل عقيل على أطراف المدينة بحثاً عن شبكة الإنترنت التركية بعد انقطاع الخدمات عن ريفي حلب الشمالي والشرقي منذ يوم الاثنين الماضي. الدفاع المدني يخمد حريقاً حراجياً اندلع بالقرب من قرية حج حسنلي بمحيط عفرين شمالي حلب، بالتزامن مع إخماده حريقاً حراجياً آخر اندلع في منطقة دير عثمان غربي إدلب بمجموع 13 ساعة عمل. رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى يلتقي في أنقرة وزير الداخلية التركي علي يرلقايا، ويبحثان آخر المستجدات التي وقعت في كل من تركيا وسوريا ويعربان عن رفضها وإدانتها. مظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط محافظة السويداء ضد سلطة الأسد وللمطالبة بالحرية والتغيير السياسي. المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك يقول إن بلاده تتابع بقلق بالغ اعتقال أعضاء المجلس الوطني الكردي في القامشلي، ويطالب قسد بحماية حقوق معارضيها شمال شرقي سوريا.